محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، محمد وآله أجمعين. نلتقي أيها الأحبة في الجزء الثاني من أحكام صلاة الجماعة، حيث كان لنا لقاء سابق مع فضيلة الشيخ علي رحمه، وقد تناول في الجزء السابق أحكام صلاة الجماعة. في هذه الليلة نلتقي وإياكم في الجزء الثاني، ولا بأس أن نبدأ بعدد من الأحاديث في فضل صلاة الجماعة. قال الرسول صلى الله عليه وآله: ومن حافظ على الجماعة حيثما كان، مر على الصراط كالبرق الخاطف اللامع في أول زمرة مع السابقين، ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر، وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن الله يستحي من عبده إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجته أن ينصرف حتى يقضيها. في هذه الليلة نرحب مرة أخرى باسمكم بفضيلة الشيخ علي رحمة، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم، والعمن عاداهم، وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. تقدم الحديث بنا عن صلاة الجماعة في حكم صلاة الجماعة. قلنا بأن صلاة الجماعة قد يكون لها من الأحكام الوجوب، وذلك إذا كانت الصلاة ماذا؟ صلاة جمعة. صلاة الجمعة، صلاة الجماعة فيها واجبة، شرط في صحتها. أو صلاة العيدين في زمن حضور الإمام عليه السلام، ما تصح إلا جماعة، فرادة ما تصح. واحد يجي يقول لي في زمن حضور الإمام صلي العيد فرادة، صلاة باطلة مو صحيحة. وهكذا صلاة الجمعة يوم الجمعة يصليها فرادة باطلة مو صحيحة. وأيضا لها حكم الحرمة، وذلك في النوافل الأصلية. نافلة أصلية تجي تصليها جماعة، نافلة الفجر، نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة المغرب، نافلة العشاء، صلاة الليل، وغير ذلك من النوافل، من غير النوافل الرواتب، صلاة جعفر مثلا، صلاة ليلة القدر، تجي تصليها جماعة باطلة تصير. نعم بالمتابعة، هذه مو جماعة، مو مجاهد.
ولها حكم الاستحباب وذلك في الصلوات الفرائض وعلى رأسها الصلوات اليومية صلوات الخمس اليومية تتأكد صلاة استحباب صلاة الجماعة فيها خصوصا الصلوات الجهرية يعني صلاة الصبح صلاة العشاءين خصوصا للرجال لا ينبغي للرجل أن يترك صلاة الجماعة في الفرائض إجمالا وذكرنا مجموعة من المسائل أيضا تتعلق بحكم صلاة الجماعة وبعض التفاصيل المتعلقة بها التي منها جواز أن يقتدي من يصلي العصر بمن يصلي الظهر ما في مشكلة ما يشترط الاتحاد في الصلاتين نعم نوع الصلاة تكون واحدة صلاة يومية صلاة يومية عصر بظهر مثلاً عشاء بمغرب مع مراعاة الفروق التي سوف نشير إليها إن شاء الله ومنها أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة أشرنا إلى هذا المعنى صلوات الجماعة في الفرائض اليومية أقل ما تنعقد صلاة الجماعة به اثنان أحدهما الإمام صلاة الجمعة لا اختلف أقل شيء خمسة أحدهم الإمام وهناك فرض يقال أقل شيء سبعة أحدهم الإمام وبين الفرق بينهما في ذاك المحاضرة السابقة مجموعة من المسائل أيضا أشرنا إليها هذه الليلة نتحدث عن عنوان جديد يتعلق بصلاة الجماعة وهو أحكام المسبوق من خصوصيات صلاة الجماعة جواز الالتحاق بالجماعة حتى مع التأخر عن بدايتها يعني إذا جي وقد أقيمت صلاة الجماعة لك أن تلتحق لك أن تلتحق بالجماعة ولك ثواب الجماعة من أدرك ركعة من صلاة الجماعة فكأنما أدرك الصلاة يعني له ثواب صلاة الجماعة طبعا الواحد بعد لا يتخذها ذريعة يقول إذا أدرك ركعة كأنما أدركت ثواب الصلاة جماعة ويتعمد يتأخر يجي على آخر ركعة ويدخل لا هذه نية مو سليمة هل يتفوت على الإنسان شيء من الأجر والثواب ذاك الذي عرض له عارض ومنعه مانع عن الالتحاق بصلاة الجماعة في بدايتها لو أدرك ركعة بفضل وكرم وسخاء من الله له ثواب الجماعة له ثواب الجماعة الله ما يحرم إنسان نية أن يصلي صلاة الجماعة هذا نية من البداية لكن عرض له عارض فلا نتخذ هذه ذريعة ونتعمد أن نلتحق بصلاة الجماعة في بدايتها اختيارا طبعا اللي يتأخر حتى لو متعمد ويجي وباقي على صلاة الجماعة ركعة أو يدخل صحيحة صلاته تنعقد جماعة بس ما إلى ثواب الجماعة الكامل يعني فما تنطبق عليه القاعدة من أدرك ركعتان فكأنما أدرك صلاة الجماعة يعني ثواب صلاة الجماعة ذاك الذي لعذر لكن المسبوق الذي يتأخر عن إمام الجماعة يبقى له أحكامه التي يجب أن يراعيها يعني إذا جاء متأخر وفاتته بعض الركعات ما يختم ويا إمام الجماعة ولا تصير صلاته وإيش قاصرة تصير صلاته إذا هو جاي على صلاة المغرب وفاتت ركعتين فاتته ركعتان يدخل صلى مع إمام الجماعة ركعة يختم ويا إمام الجماعة سيكون صلى ركعة واحدة لا صلاة المغرب هاي ثلاث ركعات حتى لو كنت مسبوقا لابد أن تكون ثلاث ركعات وعليه فأنت تدخل مع الإمام في الركعة وعليك أن تكمل بعد ذلك
وهناك أيضا بعض الفروق. الإمام قد يكون عليه تشهد كما إذا كان في الثانية، أنت ما عليك تشهد كما إذا كنت في الأولى، في تكليف تقوم بهذا التكليف. قد يكون العكس، أنت عليك تشهد لأنك في الركعة الثانية والإمام في الثالثة ما عليه تشهد، إذا كانت الصلاة رباعية الإمام بعد السجدتين يقف للركعة الرابعة، أنت وظيفتك أن تقوم بالتشهد. إجمالا المسبوق له ثلاث حالات، المسبوق له ثلاث حالات. الحالة الأولى لا يفوته شيء من ركعات صلاة الجماعة، فيدرك كل ركعات صلاة الجماعة ويدرك كل ثواب صلاة الجماعة. أي حالة؟ الحالة الثانية أن تفوته بعض ركعات الجماعة، ركعة ركعتين، لكن تبقى بعض الركعات يجي ويدخل مع الإمام فيما تبقى من ركعات، فتحسب له الركعات التي أدركها وعليه أن يستدرك الركعات التي فاتته. بعد ما يخلص الإمام من صلاته يروح يكمل صلاته ويدرك كل ثواب صلاة الجماعة، لأنه من أدرك ركعة كأنما أدرك الصلاة. بس نأكد يكون تأخر لعذرين. الحالة الثالثة أن لا يدرك من صلاة الجماعة شيء من الركعات، يجي وصلاة الجماعة انتهت ركعاتها وانتهاء الركعة بانتهاء الركوع. إذا انتهى الركوع بعد هذه الركعة ما تحسب إليك وعليه، فإذا جاء وقد انتهت كل ركعات صلاة الجماعة آخر ركوع انتهى من الإمام، هذا له أن يدخل، له أن يدخل. ونشير إلى هذه النقطة، وليس له من ركعات الجماعة شيء، نعم له ثواب صلاة الجماعة. شوفوا رحمة رب العالمين بالعابد، حتى ما تفوت، حتى لا يفوته ثواب صلاة الجماعة. حتى إذا جيت وركعات أو ركوعات صلاة الجماعة قد انتهت ولم يبقى من صلاة الجماعة إلا السجود أو التشهد، تدخل. شلون تدخل؟ نبين. زين ما الفائدة؟ ما تحسب لك شيء من الركعات، الفائدة أنك تحصل على ثواب الجماعة، تحصل على ثواب الجماعة. أما الحالة الأولى، نرجع إليها، الحالة الأولى ما يفوتني شيء من صلوات الجماعة، من ركعات الجماعة، ولا شيء من ثواب صلاة الجماعة، وذلك إذا جاء المصلي وقد شرع الإمام في صلاة الجماعة، كبر تكبيرة الإحرام ما كان حاضر، قرأ الحمد ما كان حاضر، قرأ السورة ما كان حاضر، ركع شرع في الركوع حضر، المأموم حضر والإمام في حال الركوع يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام. إذا أدرك الإمام ولو في الركوع حسبت له الركعة، وباعتبار أنها الركعة الأولى فلم يكن قد فاته شيء من ركعات صلاة الجماعة. لفاته ماذا؟ فاته تكبيرة الإحرام ما كان حاضر، فاتته القراءة ما كان حاضر، وهكذا أحيانا يعني يأتي والإمام في السورة بعد الحمد، أو يأتي والإمام في الحمد أيضا ما تفوت الركعة، كبر تكبيرة الإحرام ويأتم بالإمام، هذا تحسب إلى كل ركعات صلاة الجماعة، يتابع مع الإمام وأتم وبدأ مع الإمام في الركوع الأول ويختم مع الإمام
في الركعة الأخيرة مع اتحاد الصلاة، إذا كانت نفس الصلاة مغرب مغرب عشاء عشاء ظهر ظهر ما شاكل ذلك. نعم بعض الأوقات مع اختلاف الصلاتين، اتحاد النوع لكن اختلاف الصلاتين، صلاة يومية هي ويجي هو بيصلي صلاة المغرب، الإمام بيصلي صلاة العشاء، ياخذ ثلاث ركعات من صلاة الإمام ويختم، حتى يختم على الثلاث لأن صلاة المغرب ثلاث ركعات، وبإمكانه أن يلتحق بالإمام في الركعة الرابعة تكون الأولى من صلاته العشاء. صلاته العشاء زي هاي الصورة الأولى. ننتقل إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية تفوت بعض الركعات، يأتي وقد فاتته بعض الركعات لكن بقيت ركعات أخرى، فاتت ركعة واحدة أو فاتته ركعتان أو فاتته ثلاث ركعات، كما إذا كانت الصلاة رباعية فتبقى له ركعة واحدة بإمكانه أن يدخل، هذا يحسب له ثواب صلاة الجماعة، ولكن تفوته بعض الركعات عليه أن يستدركها بعد انتهاء إمام الجماعة من صلاته، ينفصل ويكمل ما تبقى من الركعات التي عليه. ونشير إلى تفاصيل هذه المسألة. عندنا الصورة الثالثة التي يأتي فيها المؤتام وقد فاتته كل ركعات أو كل ركوعات الجماعة، يعني فوات الركعة بفوات الركوع، انت حدك حتى تدرك الركعة الحد الأقصى أن تلتحق بالإمام وهو راكع، قل تلتحق معه قبل ذلك هذه سعة أكبر، لكن في سعة بعد أنه لو ركع وأدركته في الركوع فقد أدركت الركعة. طبعا هنا عندنا ركعة وعندنا ركوع، خلنا نفرق بين الركعة والركوع. ما الفرق بين الركعة والركوع؟ الركوع جزء من الركعة، الركوع هو عبارة عن الانحناء تعظيما وخضوعا لله تبارك وتعالى إلى حد يصل أو تصل الأصابع إلى الركبتين أو راحة الكف الأحوط، راحة الكف إلى الركبتين. لا يشترط في صحة الركوع وضع اليدين على الركبتين، وإنما هذا مقياس وحد لصدق أدنى مقدار للركوع، يعني الانحناء الذي يتحقق معه الركوع الشرعي هذا حده، أدنى حد إليه أن أنحني بحيث لو مدت يدي لوصلت إلى الركبة، اليمين على اليمين اليسار على اليسار، وله مو شرط. نعم يستحب وضع اليدين على الركبتين في الركوع طبعا، والأفضل من ذلك أن يصل حد الانحناء بالنسبة إلى الرجل بحيث يستوي ظهره، يكون ظهره مستوٍ. وقد أثر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا سجد بحيث لو وضع على ظهره ماء لما انسكب إلى أحد الجهات لاستواء ظهره صلى الله عليه وآله. فإذا جاء المأموم أو جاء المكلف وقد فاته ركوع الركعة الأخيرة، ركوع الركعة الأخيرة فاتته، طبعا هنا أريد أن أشير أنبه على نقطة أيضا مهمة،
وهو حد إدراك الركوع، حد إدراك الركوع بالدخول مع الإمام، حد إدراك الركعة بالدخول مع الإمام في الركوع يعتبر عند مجموعة من الفقهاء أن يكون الإمام في حال الركوع ولم يشرع في رفع رأسه. يعني بعض الأوقات أنا ألحق على الإمام وهو راكع، لكن وهو آخذ في الرفع، ما خرج عن حد الركوع لكن بدأ في رفع رأسه من الركوع. هذا يكفي لو ما يكفي؟ مجموعة من الفقهاء يقولون ما يكفي. أنا أجي والإمام أتم الذكر ما في مشكلة، قال سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد ما في مشكلة، لكن لا زال مستقرا في حال ركوعه. أكبر تكبيرة الإحرام أدخل معه ولو لحظة واحدة، أتقارن معه وهو في ركوعه لم يشرع في رفع رأسه من الركوع، أدركت الركعة. لكن لو أخذ في رفع رأسه، شرع في رفع رأسه من الركوع، جيت أنا كبرت تكبيرة الإحرام، أنا أهوي إلى الركوع وهو يرفع من الركوع، يكفي أو لا يكفي؟ مجموعة من الفقهاء يقولون لا يكفي، لا يكفي. الصورة الثالثة التي نحن بصددها أن تفوته كل الركعات، يعني يأتي وقد رفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة، يكون يلحق عليه في وش؟ في السجود، في سجود الركعة الأخيرة أو في التشهد الأخير. هني في فرصة إليه، لكن فرصة مو لتحصيل شيء من ركعات الجماعة، وإنما الفرصة لتحصيل ثواب صلاة الجماعة. وهذه لها صورتان: الصورة الأولى أن يأتي والإمام في السجود الأول من الركعة الأخيرة أو السجود الثاني من الركعة الأخيرة، يكون هني كبر ويسجد معه، يكبر ويسجد معه. الصورة الثانية أن يأتي وهو في التشهد، يكبر ويجلس معه، وبعد ذلك ينفصل، وقوفه بعد هذا الجلوس هي الركعة الأولى. في كلا الحالتين هي الركعة الأولى. بالنسبة إلى الصورة الثانية ما فيها إشكال، يجي وكبر تكبيرة الصلاة. يعني أنا إذا جيت إمام الجماعة في التشهد الأخير وأنا بصلي أي صلاة، لنفرض صلاة الظهر، فاتتني كل الركعات ولم أدرك الإمام إلا في التشهد الأخير، أجي أكبر تكبيرة الإحرام وأنا واقف بنية صلاة الظهر، لو صلاة العصر بنية صلاة العصر، لو صلاة المغرب بنية صلاة المغرب، وهكذا أجي أكبر تكبيرة الإحرام بنية الصلاة التي أريد أن أشرع فيها وأجلس مع الإمام. يأتي إن شاء الله أشير إلى هذا المعنى، أجلس مع الإمام ويستحب لي أن أأتي بذكر التشهد لا بقصد الجزئية. أذكار التشهد، ألفاظ التشهد أذكار، يجوز للإنسان أن يأتي بهذه الأذكار في صلاته، لأنه مو من كلام الآدميين الذي يخل بالصلاة. فأجلس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام يسلم، أنا ما لا أأتي بأذكار التسليم، لا أأتي بلفظ التسليم مع الإمام. ليش؟
لأن التسليم ليس من الأذكار التي يجوز للمكلف أن يأتي بها في أي موضع من مواضع الصلاة. التسليم له مواضع، له موضع خاص، وهو الركعة الأخيرة، ختام الركعة الأخيرة، ختام الصلاة، إليك تسلم وتطلع من الصلاة. التسليم جزء من الصلاة، التسليم ليس جزءا خارجا من الصلاة، جزء من الصلاة، لكن إلى مورد تأتي بالتسليم في هذا المورد. عندنا بعض الأذكار أو بعض الألفاظ هي من الأذكار التي لو أتيت بها في الصلاة لا بقصد الجزئية ما في مشكلة، يعني التسبيح وحمد الله والصلاة على محمد وآل محمد، ها، وأيضا من ذلك قراءة القرآن. أنت لو بتقرأ شيء من القرآن في الصلاة مما يجوز قراءته فيه، أقول مما يجوز قراءته فيه لأستثني آية السجدة التي لو قرأتها وجب عليك، آية السجدة التي يجب، التي تسمى بسور العزائم، آية السجدة من سور العزائم التي لو قرأتها وجب عليك السجود، هذه خل بالصلاة. لكن قراءة القرآن في الصلاة محرم، ما يوجب بطلان الصلاة، وهكذا بعض الأذكار. ومن هنا ألفاظ التشهد تأتي بها لا بقصد الجزئية أنها جزء من الصلاة، جيد، لا بد، مستحب في ذاته. لكن إذا جاء الإمام يسلم أنت ما تسلم وياه، تكون جالس، ينتهي الإمام من التسليم تقف، تقف وش تسوي؟ تقرأ على أنك في الركعة، قولوا وياي الأولى، الركعة الأولى، لأن ما نحسب لك شيء من صلاة. زين وش وظيفة هذا الدخول مع الإمام؟ وظيفته أنك تحرز ثواب صلاة الجماعة. ماذا تقصد بهذا الجلوس؟ تكبر تكبيرة الإحرام بقصد صلاة المغرب أو صلاة العصر، ماذا تقصد بهذا الجلوس مع الإمام؟ تقصد به إدراك ثواب صلاة الجماعة. أنت تقصد هذا المعنى، إدراك ثواب صلاة الجماعة، كبر تكبيرة الإحرام واجلس مع الإمام، وبعد أن يسلم الإمام أنت قف وأكمل صلاتك من بعد تكبيرة الإحرام، ما تكبر تكبيرة الإحرام مرة ثانية، إن حسب لك من صلاتك تكبيرة الإحرام. هذا في الصورة الثانية، يعني إذا جئت وإمام أو دخلت وإمام الجماعة في التشهد. أما إذا أردت أن تدخل وإمام الجماعة في السجود، السجدة الأولى من الركعة الأخيرة أو السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، هني بعض الفقهاء قالوا كالصورة الأولى، تأتي وتكبر تكبيرة الإحرام بنية إدراك ثواب صلاة الجماعة، وتسجد مع الإمام وتقعد وياه في التشهد وتقعد وياه في التسليم، ما تسلم وتقف وتكمل الركعة الأولى وتكمل صلاتك. هني باعتبار دليل خاص، دليل خاص، حتى لو كانت سجدتين، حتى لو كانت سجدتين فضلا عما لو كانت سجدة واحدة، دليل خاص، الصلاة صحيحة ما في مشكلة. إلا أن بعض الفقهاء استشكال لهذا السبب، لأن زيادة السجود ولو سجودا واحدا الذي ليس هو ركن، لكن أنت تتعمد زيادة السجود، أنت لو بتحسب عدد السجودات في صلاتك إذا بتدخل مع الإمام في حال السجود بتحصلها زايدة، وعدد السجودات في الركعة الأولى سجدتان، إذا كانت الصلاة تتألف من ركعتين كصلاة الصبح فيها كم من سجود؟ 4 سجودات. إذا أنت جيت والإمام في الأخير هو في السجود وسجدت ويا سجدتين، وبعدين بتوقف بتكمل الركعة الأولى سجدتين والثانية سجدتين، صار كم من سجود؟ 6. خلنا نخفف ونقول السجود الثاني جيت وقعدت دخلت ويا في السجود الثاني بصير 5 سجودات، وهكذا صلاة الظهر، أو كذا بيكون على الأقل سجود واحد زائد. هنا مجموعة من الفقهاء استشكلوا في
الدخول في الصلاة مع الإمام في الركعة الأخيرة لو كان في حال السجود، أنت تنتظر إلى أن يصير في حال التشهد ادخل وياه، أو اجي تكبر تكبيرة الإحرام مو بقصد تكبيرة إحرام الصلاة إلا بتدخلها، هذا أحوط، هذا أحوط. اجي تكبر تكبيرة الإحرام بنية إدراك ثواب صلاة الجماعة وتسجد مع الإمام سجدة أو سجدتين ما تبقى وتتشهد وياه وتقعد إلى بعد التسليم، يعني حتى ما في مشكلة لو سلمت معه، لأنك أنت كبرت تكبيرة الإحرام مو بنية الصلاة، مو تكبيرة الصلاة اللي بتدخلها. فإذا أنهى الإمام توقف وش تسوي؟ تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة التي تريدها، ليصير خلط بين الصورتين. صار واضح الفرق بين الصورتين؟ أنتوا نحن جودوا على الصورة الثانية حتى الواحد لا يتخربط، يعني على التأخر إلى حد فوات كل الركعات وإدراك ما تبقى من صلاة الإمام الجماعة إذا كان في حال التشهد يدخل وياه، في حال السجود الواحد يتأخر لا يدخل. إذا وصل إلى حد التشهد كبر تكبيرة الإحرام بقصد الصلاة التي تريدها واجلس معه، ائتي بألفاظ التشهد بقصد الذكر، التسليم ما تأتي بالأذكار، ثم تقف وتكمل صلاتك. واضحة صارت المسألة؟ إذن الصور عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يفوتك شيء من صلاة الجماعة، يعني أن تتأخر عن صلاة الجماعة في بعض الأفعال التي لا تفوت معها الركعة، كما إذا فاتتك تكبيرة الإحرام ما جيت والإمام يكبر تكبيرة الإحرام، سورة الحمد ما جيت والإمام يقرأ سورة الحمد، السورة اللي بعدها أيضا لكن جيت والإمام راكع تكبر تكبيرة الإحرام تدخل وياك وكل شيء أدركت فيه. الصورة الثانية قلنا بأنك تأتي متأخرا وقد فاتتك ركعة واحدة أو ركعتان لكن تبقى من الصلاة بعض الركعات، تدخل معه فيما تبقى من صلاته. بس هني أشير إلى نقطة مهمة، أنت إذا تدخل ويا إمام الجماعة، يعني حتى إذا تقول أنا ما بحسب شيء، أنا ما بحسب الركعة إلا فاتتني لأن إمام الجماعة رفع ظهره من الركوع، أنت لا تدخل ويا في السجود. إذا تبقى عليه ركعات انتظر يقف للركعة التي بعدها، بعد ذلك ادخل، بعد ذلك ادخل، وجي تدخل وياه في السجود هو باقي على ركعات، انت جيت تدخل وياه في السجود هل ذكرناها، او تدخل وياه في التشهد اذا كان ويش، اذا كان قد انهى كل الركعات وما باقي الا هذه، اذا ما دخلت بعد خلاص يوم خلص الشجت العروس تمشي، لا لا انت لحقت على شيء يعني ولو التشهد. بس اذا جي هو في تشهد الركعه الثانيه وهو في صلاه الظهر هو عليه بعد ركعات، لا تدخل وياه هني حارسه يقوم، اذا قام بعد ذلك تدخل وياه او تنتظر الى حين الركوع. ايضا هذه مساله منشير اليها ايضا بقصد رجاء المطلوبيه لا باس، وكبر تكبيره الاحرام وتجلس ثم تكمل صلاتك. رب العالمين إن شاء الله يتفضل عليك يا سيد بثواب الجماعة. الصورة الثالثة اللي ذكرناها، اجي وإمام الجماعة أنهى كل الصلوات الركعات وأدركته في التشهد الأخير أو في السجدتين الأخيرتين أو واحدة من السجدتين الأخيرتين، وقد ذكرنا التفاصيل المتعلقة بها. هنا مجموعة من المسائل ترتبط بما فصلنا. المسألة الأولى، لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا وجاء متأخر وجاء وكبر تكبيرة الإحرام وركع بتخيل أن الإمام كان راكعاً،
لكنه بحسب الحقيقة والواقع لم يدرك الإمام راكع. يعني قلنا أنت تدرك الركعة بإدراكك الإمام وهو راكع، وكون حتى ما شرع في رفع راسه الله أكبر ولحقت عليه وهو راكع، حتى لو قال سبحان ربي العظيم وبحمده ما في مشكلة، بس هو لا زال في حد الركوع، لم يشرع في رفع رأسه من الركوع. أنا لكن هالمرة جيت أكبر تكبيرة الإحرام وركعت مستانس ان انا ادركت الامام، بعدين تبين لي لا انا ما ركعت الا وهو رفع رأسه من الركوع، هني تبطل الصلاة. هني واش تبطل الصلاة؟ المشهور بين الفقهاء ان الصلاة تبطل، تبطل بعد خلاص تبدلها، يعني هذه ما انحسبت صلاة الان، ولك أن تنفتل إذا الإمام عليه ركعات باقية تدخل وياه في الركعات الباقية. إذا الإمام أنهى صلاته تكون تدرك مثلا في التشهد ولإدراك ثواب الجماعة. طبعا في بعض الفقهاء وهم قلة يعني مشهور أن الصلاة تكون باطلة، يعني إذا كبرت بتخيل أني أدرك الإمام راكعا فلم أدركه فعلا ركعت ما لحقت عليه وهو راكع صلاتكم باطلة. بعض الفقهاء قالوا بأن صلاتك تكون فرادى، لكن هذا خلاف الاحتياط أيضا، فاللي يبقى يحتاط في المسألة يكون يكملها فرادى وبعد ذلك يعيدها. تفضل. ايه منشير لها، بنوصل لها هذه المسألة إن شاء الله، هذه المسألة بنوصل لها. لا هي صلاة باطلة أساسا، تروح تتلفت يمين أو يسار إذا كان، نعم لو يبقى يحتاط بناء على الرأي الذي يقول أن صلاته تنعقد فرادا. طبعا هو إذا بيحتاط بالنسبة للرأي الثاني هذا يكون يكمل صلاته فرادا أو يحولها إلى نافلة ركعتين يكملها على السريع حتى يدرك إمام الجماعة. هذا طبعا إذا كان كبر والإمام راكع ولم يدركه حال الركوع، ركع لكنه لم يدرك الإمام حال الركوع، هذه صورة. وقلنا بأن المشهور من رأي الفقهاء أن صلاته ماذا؟ باطلة. عندنا صورة ثانية وهي المسألة التي بعدها، لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع تختلف ليه؟ لا؟ هذه الصورة تختلف أو هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. المسألة السابقة كبر وركع ما لحق على الإمام، إهني كبر والإمام رفع رأسه مو هو ركع، ما ركع بس كبر على أساس يركع ويا الإمام، إلا سمع الإمام قال سمع الله لمن حمده، فهو ما ركع. إهني تنعقد صلاته، لكن تنعقد صلاته وإيش؟ فرادة. تنعقد صلاة فرادة يكملها فرادة، لكن في خيار آخر إليه، إذا كانت بقى من صلاة إمام الجماعة ركعات، يعني ما كانت هذه الركعة الأخيرة، كانت الركعة الأولى، أنا أردت أن أدركه في الركعة الأولى وما أعطاني مجال وما كنت ركعت، أنا كبرت هو رفع رأسه، إلي هني أحول صلاتي إلى نافلة ركعتين أتممها على السريع، أتممها على السريع شلون يعني؟ يعني قراءة بس الحمد، بس الحمد وأركع وأرفع، يعني الذكر حد الذكر وأرفع رأسي بشكل مختصر، يعني أترك المستحبات حتى ألحق له، حتى ألحق على ما تبقى من ركعات الصلاة وأدخل وياه وتكون صلاتي جماعة. واحد يقول ما إلي أبطل صلاتي أتلفت يمين، وبعضهم يسويها، يعني إحنا كبر تكبيرة الإحرام الإمام رفع رأسه يتلفت يمين أو يسار يعني يبطل صلاته، وبعد ذلك إذا قام الإمام للركعة اللي بعدها كبر ودخل وياه، هذه الصلاة الثانية اللي دخل مع الإمام فيها صحيحة صحيحة، لكن العمل اللي قام بإبطال صلاته مو صحيح، مو جائز، لا يجوز.
لا ما يكفي. يعني السيد وش يقول؟ يقول أنا كبر تكبيرة الإحرام وإمام الجماعة رفع رأسه، يقول أنا قاعد أشاغل بالأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لين ما يخلص من الركعة ويسجد السجدتين ويوقف للركعة الثانية وأدخل وياه، لا ما يصير، لأن صلاة انعقدت فرادى. في مسألة يذكرونها، الواحد إذا دخل في صلاة الجماعة يجوز له أن ينفرد عن إمام الجماعة، يعني تحويل الصلاة من جماعة إلى فراد، هذا إليه وجه، إليه وجه عرضنا إليها بعد في الأسبوع اللي فات، هذه إليها وجه. أما أن تنعقد الصلاة فرادا وتتحول إلى جماعة ما يصير هذا، وهذا بعض الأوقات هل يجي واحد وبدي في الصلاة، إمام الجماعة متأخر يبدي في الصلاة، جاء إمام الجماعة يبقى يدخل الحين وياهم، ما تصح صلاة جماعة حينئذ، لأن ما تتحول صلاة الفرادة إلى صلاة جماعة. وش يسوي إذا يبقى يدرك ثواب إذا يبقى يدرك صلاة الجماعة؟ وش يسوي؟ يحولها إلى نافلة، يعني جه صلى فرادة إمام الجماعة مو موجود أو متأخر، فجاء إمام الجماعة هني ما إلى يبطل صلاته ولا إلى يدخل مع إمام الجماعة في صلاة الجماعة، لأن الصلاة ما تتحول من فرادة إلى جماعة. هني يختصرها نافلة ركعتين ويدخل بعد ذلك من جديد مع الإمام في صلاة الجماعة. والله يعتمد على شطارة الواحد، إذا يقدر يلفها بسرعة أقولك نافلة أنت تقدر تختصرها. يعني إذا كان يصلي فريضة إيه؟ هو الإنسان هذا يصلي مؤمن وعندي ثقة فيه، وجيت أنا مباشرة بجانبه الأيمن ودخلت معاه في الصلاة، أنا شخص مؤمن. أنت قصدك يعني من غير ما أستأذن منه؟ أأتم به من غير ما تستأذن منه؟ هو عرف يعني لما جيت وقفت جانبه عرف أنه أنا عرف. لو ما عرف أنت قصدك يعني أنه ما استأذنت منه من قبل؟ ما في مشكلة، لأنه مو من شروط صلاة الجماعة الاستئذان من إمام الجماعة، بل لا يشترط في صحة صلاة الجماعة أن يقصد الإمام صلاة الجماعة. نعم يشترط أن يقصد المأموم صلاة الجماعة. يعني إذا أنا جيت وصليت ويا واحد مثل ما يفرضها السيد، واحد جاي يصلي بروحه وصلي صلاة الفجر الفريضة وشخص أهل يعني لأن يؤتم به، جيت كبرت تكبيرة الإحرام هو ما يدري، أو حتى لو درى وما قصد صلاة الجماعة، أنا لازم أقصد صلاة الجماعة حتى تنعقد الصلاة صلاة جماعة بالنسبة إلي. نعم يعني مو شرط أنك أنت تسمع أذكار الإمام، بس أنت تعرف أن الإمام وش حركاته حتى تتابعه فيها، يعني ركع تركع سجد تسجد. أما قضية أنك أنت تسمع أذكار، نعم هذا مستحب من مستحبات صلاة الجماعة أن يسمع الإمام المأمومين الأذكار، هذا في غير موارد وجوب الجهر. في موارد وجوب الجهر واجب عليه أن يرفع، طبعا يرفع صوته مو بحيث انه يسمع الجميع، قد تكون الصفوف 20 صف مثلا، مو واجب انه يسمع الجميع، الواجب ان يصدق على قراءته بانها جهر، بانها جهر. غير موارد وجوب الجهر يعني الاذكار، ذكر الركوع ذكر السجود والتسبيح والتشهد، مو واجب عليه يرفع صوته بحيث يسمع. نعم يستحب ذلك. بعض الفقهاء عند الشيخ حسين رحمة الله عليه ينقل عنه موجود في السادات بأنه يجب على إمام الجماعة أن يسمع. شوف أغلب الفقهاء عندهم مستحب، شيخ حسين عنده شنو؟ وكثير من الموارد هكذا، يعني نفس الدليل بس يفهم منه شيخ حسين الوجوب، أكثر الفقهاء يفهموا منه الاستحباب. نعم لو كان في رفع الصوت يفقد الركعة، ما هو الأفضل؟
هذه مسألة ثانية، يعني أنه إذا كان رفع الصوت يوجب فقد، يعني لا يرفع صوته بحيث أنه، طبعا المقصود برفع الصوت مو الصراخ، طبعا مو الصراخ، فيبقى رفع الصوت بمستوى معتدل، هذا حسب العادة ما يفقد الخشوع والخضوع، ما يفقد الخضوع والخشوع. على كل حال هو لا يجب، على رأي أغلب الفقهاء لا يجب، لا يجب. طبعا في مسألة تحويل الصلاة إلى نافلة إذا كان بيدرك شيء من ركعات الجماعة، أما إذا يعرف أنه ما بيدرك شيء من صلوات الجماعة من ركعات الجماعة، ففي هذه الحالة يبقى على صلاة الفرادة يكملها. إحنا نقول يحولها إلى نافلة إذا يعلم بأنه بعد أن ينهيها ركعتين سوف يدرك شيء من ركعات الجماعة، أما إذا ما بيدرك شيء من ركعات الجماعة كما إذا كانت الركعة الأخيرة وأنا بكملها ركعتين وإمام الجماعة بيخلص الصلاة وأنا ما بخلص الركعتين، في هذه الصورة لا، ما أحولها إلى نافلة، ما أحولها إلى نافلة، بس حتى شوي يعني حسب الترتيب، ونعطيكم مجال إن شاء الله للأسئلة إن شاء الله. كثير من الأسئلة التي تذكر يعني نتعرض لها أساسا إحنا. زين، المسألة الأخيرة لعله بعد ما في مجال، وهي من مسائل مهمة: تتطابق وظيفة المسبوق الملتحق بالجماعة مع الإمام في الركوع والسجدتين في أي ركعة كان، وتختلف وظيفته في بعض الحالات في الموارد التالية؟ المسبوق له حالتان بالنسبة إلى التطابق مع إمام الجماعة والاختلاف معه في الوظيفة. التطابق يكون في الركوع والسجدتين، يعني كل ركوع يركعه الإمام من الركعة أيا كانت، هذه الركعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، هي تتطابق مع وظيفتي سواء كنت أنا في الأولى الثانية الثالثة الرابعة، لأن الركوع والسجدتين وظيفة في كل ركعة من الركعات، ومن هنا لا يختلف الإمام والمأموم بالنسبة للركوع والسجدتين. يعني افرضوا بأن الإمام في الركعة الثانية وأنا في الركعة الأولى، الوظيفة متحدة بيني وبينه في الركوع وفي السجدتين، إذن الصورة التي تتطابق فيها وظيفة الإمام والمأموم المسبوق دائما هي الركوع والسجدتان. عندنا موارد أخرى قد تتطابق وظيفة الإمام والمأموم وقد تختلف الوظيفتان، فالإمام عليه وظيفة مو على المأموم، وقد يكون المأموم عليه وظيفة مو على الإمام، هذا يكون في ثلاثة موارد. إذن عندنا ركوع وعندنا سجدتين، هذا ما في اختلاف بين الإمام والمأموم المسبوق، لأن كل ركعة من الركعات فيها ركوع وفيها سجدتين. وعندنا ثلاثة موارد قد تتطابق فيها الوظيفة وقد لا تتطابق فيها الوظيفة. هذه الموارد الثلاثة عبارة عن القراءة والتشهد والتسليم، لأنه قد يكون تتطابق الوظيفة في القراءة كما إذا كان الإمام في الركعة الثانية وأنا في الركعة الأولى، الوظيفة واحدة، الإمام يقرأ سورة الحمد قل هو الله أحد، وأنا بعد علي الحمد قل هو الله أحد، لكن الإمام يتحملها عني، أنا وظيفة الحمد قل هو الله مشري، بس الإمام يتحملها عني. وأحيانا لا تختلف الوظيفة كما إذا كان الإمام في الركعة الثالثة وأنا دخلت وياه في الركعة الأولى، هو واقف توا واقف للثالثة وأنا كبرت تكبيرة الإحرام، هنا تختلف الوظيفة.
لأن الإمام تكليفة إما قراءة الحمد لوحدها وما يتحملها عني، الإمام يتحمل عني الحمد في الركعة الأولى والثانية، أو أنه بيختار التسبيح أيضا ما يتحمل عني شيء. أنا إذا دخلت أتحمل عن نفسي قراءة الحمد وقراءة كل هو الله، إن اختلفت الوظيفة. أيضا مسألة التشهد، قد يكون الإمام في الركعة الأخيرة والمأموم في الركعة الثانية، هنا تتطابق الوظيفة، هو على تشهد وأنا علي تشهد، وقد تختلف الوظيفة، كما إذا كان الإمام في الركعة الثانية على تشهد لو ما على تشهد، لكن أنا في الركعة الأولى علي تشهد لو لا ما علي تشهد، فاختلفت الوظيفة. وش أسوي هني في صورة الاختلاف في الوظيفة في التشهد؟ إذا الإمام عليه تشهد أنا ما علي تشهد، هني أجافة، أنا ما علي تشهد، ما علي تشهد، إنزين أنا مرتبط بالإمام وما علي تشهد، وش أسوي؟ أقف بحالة وسط بين القيام وبين الجلوس، يعني أجلس جلوسا غير متمكن، يسمونه شنو؟ تجافي، يسمونه تجافي، تجافي يعني ترفع، ترفع، أترفع عن الأرض، أترفع عن الأرض، فأنت بقدر الإمكان ترفع كل أعضائك عن الأرض، بس أنت ما تقدر تبقى متعلق في الهواء، ها؟ فتتكئ على القدر، القدر الحاجة من الأعضاء، وهي الرجلين واليدين، الركبتان لا حاجة لأن تضعهما حتى يتحقق التجافي بشكل جافة، جافة يعني ترفع عن الأرض، هذا وضع الركبتين مو صحيح، صحيح في التجافي رفع الركبتين، لكن لو واحد كان يضع الركبتين يعني لجهل مثلا أو غفلة ما يضر بصلاته، ما يضر بصلاته، لكن أصل التجافي رفع الركبتين، الأصح في التجافي ماذا؟ رفع الركبتين. أنا أصور يمكن هذه الشبهة دخلت من خلال كتاب ألفه المرحوم الشيخ باقر عصفور رحمة الله عليه، قد خدم بكتبه جزاه الله خير، ألف كتب في وقت ما كان موجودة، موجودة ثقافة تأليف الكتب اللي هي بمستوى عوام الناس، عامة الناس، ألف كتب وبعضها يخلي فيها صور أيضا، فهو عنده كتاب لعله كتاب أحسن الحديث، تعرض إلى صلاة الصلاة وأحكام الصلاة وصلاة الجماعة، ومخلي صورة للتجافي، هذا اللي صور مخلي الركبتين على الأرض، هذا الصور كان اشتباه في الممثل اللي مثل صورة التجافي، ولعلها انتشرت يعني ذيك الأيام، يعني العلماء عددهم محدود يعني، والناس يأخذون من بعض العلماء الموجودين كشيخ باقر رحمة الله عليه. إذا كان عن غفلة قلنا بأنه لا ما يبطل الصلاة، إيه هذه الطريقة مثلا، إيه بهذه الطريقة أنت تتعمد، لا تتعمد تخلي الركبتين، ارفع الركبتين شوي، لا بأس أنت لو بتنحني أكثر بعد، إيه مثلا كافي، هذا المقدار يصدق عليه تجافي، يصدق عليه تجافي، إيه بس حتى أقول لا سمونا خلنا، إيه تفضل من شيء بنوصل إليها، بنوصل إليها، إيه. إيه. نعم هذا من جيلها، من جيل هذه المسألة أيضا، من جيل هذا، بس خلونا نتابع الآن، قلنا إذن المسبوق في صلاة الجماعة عندنا موارد تتطابق وظيفته مع وظيفة الإمام من دون فرق بين أي ركعة من الركعات، ركعة أولى ثانية ثالثة رابعة، وذلك في الركوع وفي السجدتين، لأن كل صلاة فيها ركوع وسجدتين، سواء كانت الأولى، لو كان الإمام في الثالثة وأنا في الثانية فيها ركوع وسجدتين،
لو كان الإمام في الثانية وأنا في الأولى فيها ركوع سجدتين نفس الشيء ما يختلف. اللي يختلف ماذا؟ اللي يختلف ثلاثة موارد، قد تختلف وقد لا تختلف. ثلاثة موارد: المورد الأول القراءة، قد تتطابق فيها الوظيفتان وقد تختلف الوظيفتين، الوظيفتان وظيفة الإمام على الإمام. المورد الثاني التشهد، قد يكون الإمام على تشهد أنا ما عليه تشهد، وقد أكون أنا عليه تشهد الإمام ما عليه تشهد. إحنا ذكرنا مثال أن يكون الإمام عليه تشهد أنا ما عليه تشهد، وقلنا نقعد متجافين، أقعد متجافي وأتابع الإمام في ذكر السجود، لأنه كما ورد في ذكر التشهد بقصد الذكر لا بقصد الجزئية. الأحوط أن يكون بقصد الذكر لا بقصد الجزئية. يعني أنا أقول ويا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إلى آخر التشهد، لو ما قال ما يضر، لكن تفوته البركة، لأنه ورد في الروايات بأن التشهد بركة، التشهد بركة، ما يأثر على صلاته. لو كان ساكت مثلا ما يأثر على صلاته. زين، أحياناً الإمام ما عليه تشهد، المأموم عليه تشهد، كما إذا كان الإمام في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية والمأموم في الركعة الثانية. يعني الإمام المأموم فاتت ركعة واحدة، دخل مع الإمام في الركعة الثانية، فأنهى الإمام الركعة الثانية وقام للركعة الثالثة، هو قام وياه للركعة الثالثة، ثالثة الإمام هي ثانية المأموم، فبعد السجدتين الإمام سيقف للركعة الرابعة، لأنه في الركعة الصلاة الرباعية. المأموم عليه تشهد لأنه في الثانية، عليه أن يتخلف عن الإمام بمقدار التشهد، يشهد على السريع ويلحق الإمام في الركعة التي هو فيها، تكون الركعة للإمام الرابعة وتكون للمأموم الثالث. المورد الثالث الذي فيه خلاف التسليم، التسليم يكون الإمام عليه تسليم والمأموم ما عليه تسليم، كما إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة، ونفرض بأن المأموم عليه بعض الركعات لأنه جاء مسبوقا. هني تأتي المسألة، والسيد كان سيقصد هذه المسألة بأنه عليه يقعد يتجافى، هو الحين ما إليه شغل لا بالتشهد لأنه ما عليه تشهد ولا بالتسليم لأنه ما عليه تسليم. بعد السجدتين الإمام بيجلس وبيتشهد وبيسلم لأنه في الأخيرة. المأموم رأس ماله حصل له ركعة واحدة، فبعد السجدتين ما عليه لا تشهد ولا تسليم، هل له أن يقف مباشرة ينفصل عن الإمام ويقف، أو عليه أن يتابع مع الإمام يبقى مع الإمام متجافيا، وبعد أن يسلم الإمام هو يقف للركعة الثانية؟ هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء. الأحوط، الأحوط أنه يجلس. بعض الفقهاء أجاز قال ما في مشكلة، أنت بعد السجدتين لا عليك لا تشهد ولا تسليم، تقوم وتوقف وتكمل صلاة بس تنفصل. يعني بعض الفقهاء قالوا لا، انفصالك عن الإمام والإمام لم يكمل صلاته معنى ذلك أنك تنفرد عن الإمام، وهذا لا يجوز. بعض الفقهاء عندهم احتياط في المسألة، مو فتوى، الأحوط احتياط استحبابي أيضا، الأحوط استحبابا أن تبقى مع الإمام إلى بعد التسليم، لكن تبقى متجافيا، فتأتي بالتشهد بقصد الذكر لكن ما تأتي بالتسليم. واحد يقول أتي بالتسليم بقصد الذكر، التسليم ليس ذكرا، إذا تتعمد أن تأتي بالتسليم الصلاة تكون باطلة. التسليم يخرج الإنسان، يخرج المصلي من صلاته. نعم لو أتيت به سهوان صلاتك صحيحة وعليك سجود السهو بعد الانتهاء من الصلاة. ما عليه تشهد فوقف للركعة التي بعدها. لا عليك تكون تسرع، يعني
إذا ما لحقت وركع تفوتك صلاة الجماعة. إيه إذا تكون تشهد يعني تشهد بحيث أنك أنت تلحق على تلحق عادة تلحق، هذه مو من الموارد اللي عادة ما يلحق عليها المأمور إلا على فرض أنه ما لحقت عليه وركع ورفع رأسه خلاص فاتت صلاة الجماعة، لأنه إذا يفوتك الركوع حتى في الركعات اللاحقة اللاحقة كنت انفرد. زين عندنا بس هاي مسألة أشار إليها السيد أيضا، بعض الأوقات أجي وإمام الجماعة واقف، زين أنا بكبر تكبيرة الإحرام وبدخل معه بس ما أدري هو في الركعة الأولى أو الثانية حتى تسقط عني القراءة وأكبر وأسكت، خصوصا إذا كان في الصلاة الإخفاتية لما أدري بأنه في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فأنا أكبر علي قراءة كما إذا كان في الثالثة أو الرابعة أو ما علي قراءة كما إذا كان في الأولى أو الثانية. في هذه الصورة هذه المسألة إليها أكثر من حالة، إذا جيت وكبرت أنت اقرأ ما تدره في الأولى أو الثانية حتى ما عليك قراءة أو في الثالثة أو الرابعة حتى عليك قراءة، مو تجي تسكت، لأنه إذا جي سكت وبعدين تبين إليك بأنه في الركعة الثالثة أو الرابعة ما بيمديك، كنت تلزم بالقراءة ما بيمديك، بيركع وبينهي ركوع، أنت وش تسوي؟ أنت إذا كبرت تقرأ سورة الحمد، لكن مو بقصد الجزئية، بقصد ماذا؟ بقصد ما في الذمة، بقصد الأمر المتوجه إليك. وش في الذمة؟ أنت تقصد ما في يعني في علم الله. فإذا كان حسب الحقيقة والواقع أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية هذه قراءات تقع على أنها قراءة قرآن، وقراءة القرآن ما تضم الصلاة، وإذا كان بحسب الحقيقة والواقع اللي تبين لك بعد ذلك أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة فقد وقعت فقد أجزأت فقد أجزأت عن القراءة المعتبرة في الصلاة وبالتالي تتابع وياه في الركوع في الركوع. في حالة أخرى، نعم، صورة ثانية، صورة ثانية أنك أنت ما تدخل ما تدخل اجي تنتظر حتى يتبين لك الحال يتبين لك الحال. إذا جفت قرأ سورة قل هو الله أحد تبين بأنه في الثالثة في الثانية أو الأولى تكبر وتتابع وياه. إذا ركع تبين بأنه في الثالثة أو الرابعة انتهنيها تسقط عنك القراءة، لأن القراءة عليك. لو دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة إذا دخلت وياه وهو واقف، لكن إذا دخلت وياه وهو راكع تسقط عنك القراءة، اجي تكبر تكبيرة الإحرام مباشرة تركع معه، فأنت لا تدخل. بس واحد إذا يقول أنا أبى ثواب أكثر، طبعا فيها ثواب أكثر الصورة الأولى، اجي تكبر تكبيرة الإحرام لكن تقرأ بقصد بقصد شنو؟ مو الجزئية يا حبيبي، مو الجزئية، وإنما تقرأ بقصد ما في الذمة، بقصد الأمر الواقع. وإيش مطلوب مني واقعا في هذه الحالة؟ يعني إذا كان في الأولى أو الثانية مطلوب مني الجزئية، أنا ما أقصد الجزئية لأن ما أدري بها، أقصد ما هو في علم الله، وهذه بتنصرف بشكل آلي بشكل طبيعي، هي بتنصرف إلى الواقع. إذا كانت جزئية بتصير جزئية، إذا كان في الثالث في الأولى أو الثانية بتكون بقصد القرآنية، بتكون قراءة قرآن يعني بشكل آلي أوتوماتيكي، يعني تروح هذه سمون النية بحسب ما قصدتها في علم الله تبارك وتعالى. نعم، في شيء بعد؟ لأن انهينا الكلام. المحور اللي بعده بعد ما في مجال ناخده اللي هو الكلام عن شرائط صلاة الجماعة، شرائط صلاة الجماعة أربعة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في محاضرة لاحقة إن شاء الله. نشكر سماحة الشيخ. بنجلك سيدنا حبيبي إن شاء الله. نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ على جهده المبارك، وأثابك الله يا شيخ.
عندنا عدد بسيط من الأسئلة وراح نجلك سيد حيدر. أول شيء إعلان ليلة الغد عندنا أيضا فعالية فقه الطهارة في الوضوء سيقدمها سماحة الشيخ حسين المحروس نفس الوقت 8:00 وسيكون هناك درس عملي للوضوء فنرجو الحضور. سؤال شيخنا هناك أيهما أفضل أكبر يعني خذ هذه الصورة أكبر وأجلس وأنتظر الإمام يسلم ثم أقوم وأبدأ بالصلاة من بدايتها أم أنتظر صلاة العشاء وأصلي فيها المغرب والعشاء؟ يعني أعتقد أنه الركعة الأخيرة. هل اللي فهمت من السؤال أنه جاء وصلاة المغرب خلصت عنه يعني حتى ما أدرك حتى التشهد، فهل أنه يصلي المغرب لوحده فرادة يعني وبعد ذلك بشكل طبيعي يدخل مع الإمام في صلاة العشاء، أو الأفضل أنه لا يأخر صلاة المغرب إلى أن تقام صلاة العشاء؟ لأن صلاة المغرب 3 ركعات بتنأخذ من صلاة العشاء وهي 4، بتبقى ركعة واحدة يقوم ويصليها عشاء، فبيدرك ركعة واحدة من العشاء جماعة، ومن أدرك ركعة من صلاة الجماعة كأنما أدرك الصلاة بأكمل، فتكون كل الصلاتين جماعة. في الصورة الأولى بتصير صلاة المغرب فرادة، الأفضل هو أن تكون كل الصلاتين جماعة لكن بشرط ألا يفوت وقت فضيلة المغرب، وقت فضيلة المغرب زوال الحمرة المغربية، وبينها وبين الغروب حدود تقريبا 40 دقيقة. الغروب مو وقت صلاة المغرب، غروب الشمس يعني سقوط الشمس، من سقوط الشمس إلى حين زوال الحمرة المغربية التي معها يخرج وقت فضيلة المغرب ويبدأ وقت فضيلة العشاء 40 دقيقة من حين الغروب سقوط القرص مو من حين الأذان. فإذا كانت الصلاة من بداية الوقت، عادة إذا كانت من بداية الوقت صلاة المغرب وحتى النوافل عليها عادة ما تأخذ 40 دقيقة، هي كل الصلاة المغرب والنوافل والعشاء تأخذ على نص ساعة وتأخذ أقل من نص ساعة تقريبا يعني. وعليه فأنا إذا جيت ومتبقي من وقت فضيلة المغرب ما أدرك به وقت الفضيلة، لو أخرتها حينئذ أدرك الفضيلتين، فضيلة الوقت الفضيلي وفضيلة ماذا؟ صلاة الجماعة المغرب تكون صلاة الجماعة. أما إذا لا، هو إمام الجماعة جاي متأخر أساسا وأنا إذا بتأخر حتى بدخل ويا المغرب في صلاة العشاء بيخرج وقت فضيلة المغرب، حينئذ أبدأ صلاة المغرب ولو فرادى، هذا أفضل، هذا أفضل. إيه تدخل في الصلاة إذا جيت وملحق حتى لو على التشهد، هني ما تأخر صلاة المغرب للعشاء لأنك أنت توش تبى غير تبى ثواب الصلاة جماعة، أنت بتدرك ثواب الجماعة من خلال التكبير والدخول مع الإمام في التشهد الأخير. أحسن. هناك صورة أخرى يذكر في تذكر في هذا السؤال، إذا كبر الذي هو على يسار له في الصف الأول وعاد التكبيرة مرة ثانية وأنا سبق أن كبرت بعده، فهل أعيد تكبيرتي معه ثانيا؟ لا، ما تعيد تكبيرتك، إذا عاد تكبيرتك تبطل صلاتك، يبقى هو شفت أن تكبر التكبيرة الثانية. أنت إذا قدرت تحمل تصرفه على تصرف صحيح يعني ما يوجب بطلان صلاته من جهة، وأنه مو بالضرورة أنت تحمله على أنه أعاد تكبيرة الإحرام، ولا واجب عليك تروح تسأله أنت شفت تكبر تكبيرة ثانية، أنت لا تحسبها على أنه تكبيرة إحرام ثانية، أنت احمله على محمل إذا أمكن، وممكن لأنه من المستحبات 7 تكبيرات، تكبيرة الإحرام واحدة منها، تكبيرة الإحرام واحدة ومستحب معها 6 تكبيرات،
فانتحمل على أنه قاعد يكبر التكبيرات المستحبة أيضا. وهذا الثاني وانت ولا سمعت منه تكبيرتين، قد يكون كبر التكبيرات الأخرى إخفاتا لنفرض. انت ما عليك تفحص واجد في تصرفات الآخرين، إذا ممكن حملها على الصحة حملها على الصحة ومش إيه هذا الثاني. إذا شاف ذاك عادها وهو عادها تبطل صلاة، لأن تكبيرة الإحرام ركن، فإذا يريد يعيدها لأن أنا شفت ذاك كبر مرة ثانية قلت أنا عجل ما انعقدت صلاتي جماعة، أنت وش لك بهالتفاصيل؟ أنت لا تقعد تتفحص يعني في تصرفات الآخرين التي يمكن حملها على الصحة. إذا تروح تكبر تكبيرة ثانية تبطل أنت صلاتك، لأن أنت بتكبرها بعنوان تكبيرة الإحرام. أنت خلاص دخلت في صلاتك وصحيحة، تروح تعيد تكبيرة الإحرام مرة ثانية هذا يوجب بطلان الصلاة. أنت من أنت ما عليك تتفحص يسمونه، حتى لو وسواسي لنفرض مثلا، والوسواسي لا يصير في الصف الأول، بس على فرض يعني حتى أنت إذا أمكن أن تحمل تصرفه محمل على محمل صحيح بحيث أنه لا تتأثر الصلاة، صلاته صحيحة، أنت خلاص لا تبلش روحك بأشياء مو مسؤول عنها. شيخنا السؤال يقول: شيخنا أنا لا أثق في الشيخ الذي أصلي وراءه، لكني أصلي خلفه متابعة وأصلي صلاة المغرب والعشاء إخفات، هل تصح صلاتي أم ماذا؟ نرجو التوضيح. لا لا تصح. إذا كنت ما تثق بمعنى شنو؟ بمعنى أنت ما تحرز عدالته، ما يجوز لك تصلي خلفه، وهذا مو مورد تقية، بعض الأوقات مورد تقية في مكة في المدينة في مساجد الطريق مثلا، أنت إذا ما تصلي معهم جماعة العيون تلاحق وتتهم بأنك لا تعترف بصلاة المسلمين، في هالصورة يجوز لك أن تصلي معهم بالمتابعة. وإذا كان مورد جهر، والجهر لعله يجعلك شادا، أيضا يسقط عنك الله. لكن في الموارد الطبيعية أنت في قريتك أو في قرية أخرى مو مورد من موارد الضرورة، لا صلي جماعة. أنت تقول أنا إذا ما بصلي في هذا المسجد قد يكون قدح في إمام الجماعة، روح شوف لك مسجد آخر، مو تروح تصلي خلفه متابعة لا مؤتمن، ويكون المورد مورد جاه وأنت تخفت حتى لا يقولون أنك تصلي فرادة، وليش يعني هذا ما في موجب لهذا التصرف. صورة أخرى: إذا المصلي التحق بالإمام في الركوع في آخر لحظة لكنه هو في الصفوف الخلفية ولم يرى الإمام، هل هو رفع رأسه أم لا؟ فما هو حكم صحة صلاته؟ أيضا إذا كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في الركوع وشككت أنك أدركت الإمام وهو راكع أو لم تدركه وهو راكع، هني تبني على أنك أنت ما أدركته وهو راكع، وبالتالي تكون الصلاة ماذا؟ باطلة. يعني هذه الحالة كالحالة التي ذكرناها، بس الحالة التي ذكرناها أنت علمت بأنك لم تدركه راكعا. أيضا إذا شككت أنك لم تدركه راكعا ما تنحسب إليك الركعة وتكون صلاتك باطلة. هل هناك الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو واقف لا حين تشاغله بالرفع؟ هذا تكليف المصلي سواء كان إمام أو كان مأموم أو كان منفرد، لأن سمع الله لمن حمده الواحد يقولها بعد تمام الوقوف مو حال الرفع. اللي يقولها حال الرفع هذا مشتبه يعني،
واحد يقول هو وهو تو يرفع راسه يقول سمع الله لمن حمده وهو يرفع راسه. لا، انت تقول سمع الله لمن حمده مستحبة طبعا، سمع الله لمن حمده من المستحبات، بس وين حتى المستحب يكون في محله مو قبل محله. بعد ما ترفع راسك وتنتصب من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، سواء كان امام او مأموم، والامام يقول ينتظر الى ان يقف ويقول سمع الله لمن حمده، مو على اساس لا يشتبه المأموم ولا يخطئ، لا كتكليف، كتكليف عليه انه اذا اراد ان يقول سمع الله لمن حمده يقولها بعد تمام الانتصاب والوقوف. آخر سؤالين، ما هو أفضل كتاب للفقه الميسر للأحكام في الصلاة؟ يعني هو على الإنسان يأخذ رسالة سمونه رسالة العملية للفقه، لأنه حتى لو كان كتاب ميسر لكنه يقلد شخص يعني آراءه مو موجودة في هذا الكتاب الميسر، ونفترض أن هذا يبقى يختصر عليه، بعض الأوقات ما يبقى يختصر عليه، يبقى يعني باعتبارنا المسائل وأسلوب الرسائل العملية والكتب الفقهية واحد، بياخذ كتاب يعني يسهل عليه فهم رسالة الرسالة العملية لمن يقلد، هذا لا بأس. في عندنا الفقه الميسر اللي كتبه السيد محمد تقي الحكيم، ابن السيد محمد تقي الحكيم، يسمونه الفقه الميسر على راي السيد السستاني، جيد هذا كتاب المسائل المنتخبة للسيد الخوي، ايضا كتاب جدا سلس وجيد، وفي المسائل يحتاج اليها المكلف، ويمكن الواحد يقرا ويسلط الضوء على كتاب من يقلد، اذا كان من هاج الصالحين شوي عبارته اغلط وفي تفاصيل أكثر، بس هذه المسائل المنتخبة كتاب سلس، كتاب سلس، فأنا إذا أقرأ أنا ما أقلد مثلا السيد الخوئي أو ما أكون أقتصر على هذا الكتاب إلا في موارد الاشتراك، موارد الاختلاف. شلون أعرف موارد الاختلاف؟ أكون أطلع على رأي من أقلد. متى تبطل صلاة المأمون من أذكار خطأ أو حركة من أحد المأمومين في الصف الأول؟ ما تبطل صلاتي أنا إذا كان أحد المأمومين تحرك حركة خاطئة، بل حتى لو بطلت صلاته ما تبطل صلاتي. نعم قد تختل جماعتي، يعني إذا هي بطلت جماعته يشكل حائل، مو ما انفصل ما ابتعد مباشرة، يشكل حائل بين المأموم الذي يعتمد عليه في الاتصال بالإمام والإمام، فيكون يعني الذين بعده تبطل جماعتهم، أما أصل الصلاة ما تبطل، أنا أصل صلاتي ما تبطل، بس تبقى فرادة. بعض الأوقات ما ألتفت تبقى صلاتي صحيحة إذا لم يصدر مني ما ينافي صلاة الفرادة، صلاة تكون صحيحة، الجماعة تختل، الجماعة تختل. هذا مورد من موارد بطلان صلاة المأموم، فلا بعده ويعني يعتمدون عليه في الاتصال بالإمام يكونون ينفصلون، إذا التفتوا، لو ما التفتوا كملوا صلاتهم، صلاتهم صحيحة. إلا ما التفت مو واجب عليك أنت تنبههم لأنهم معذورين.
تعرف إنزين تجاه الآخر أنت يعني منفصل منفرد تصير خلاص مو واجب عليك أنت تخبرهم أساسا لأنهم معذورون. طبعا في خلاف هنا بين الفقهاء بأن الشخص الواحد هل يمثل حائل أو لا يمثل حائل. بعض الفقهاء عندهم ما يمثل حائل مثل السيد الخوي الشخص الواحد حتى لو يصلي فرادة مثلا أو بطل الصلاة أو بقى ما يشكل حائل ما يشكل حائل بس أغلب الفقهاء عندهم يشكل حائل وبالتالي يصير اللي على يمينه لو كان هو على يسار الإمام صلاتهم تصير فرادة إذا التفتوا يقصدون الفرادة ما 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 التفتوا حتى لو بقوا على الائتمام صلاتهم واقعا فرادة صارت صحيحة إذا لم يصدر منهم ما ينافي صلاة الفرادة. آخر سؤال سيد جابر تفضل. أنتم شيخنا بس أنا سؤالي كان من المحاضرة السابقة عن لو أن الشخص دخل المسجد ولكن الإمام في الركوع يبغي يلحق عليه لكن ما يمدي فهل يدخل في الجماعة من مكانه يعني قبل لا هذا. والنقطة الثانية في بخصوص السجود هل يجوز وضع ظاهر الأصابع أم يجب رؤوس الأصابع في الأرض. والنقطة الثالثة بخصوص القلم الناشف هي ناس واجد يبتلون بها. أنا سألت شيخ وقال لي شخبط شدي على إيده وقال لي أنا الحين بروح أصلي جماعة يعني يقول ما يحجب الوضوء لكن أنا قلت هل ناس واجد ولا هم صادقين جزاك الله. بس إذا جاء المأموم والإمام راكع وعرف بأنه إذا انتظر حتى وصوله إلى حد الاتصال بالصفوف الإمام بيرفع راسه وبالتالي ما بيدرك الركوع. هذا حتى لو كان في الركوع في ركوع الركعة الأولى يعني بتفوت ركعة واحدة بلحق على الثانية مع هذا يجوز إليه يركع من الموضع الذي يدرك معه الإمام وهو راكع حتى لو كان في فاصل شايف يجوز لأنه من شروط صحة الصلاة لا يكون هناك فاصل كبير. هذا مورد خاص دل عليه الدليل الخاص. أنت إذا مختار إجي ها اختيارا يعني وتكبر تكبيرة الإحرام وبينك وبين إمام الجماعة وبينك وبين الصفوف مسافة كبيرة ما تنعقد صلاتك صلاة جماعة هذا إذا كنت مختار. لكن إذا جيت في مثل هذه الصورة أنا إذا أنتظر حتى ألحق على صفوف إمام الجماعة على صفوف الجماعة الإمام يرفع رأسه لكن إذا أركع من بداية دخولي من المسجد ها لحقت على الإمام يجوز هني تركع مع وجود فاصل بينك وبين الإمام لكن في الفواصل التي لا يعتبر فيها الاطمئنان تحاول يعني تتدرج في التحرك إلى الصفوف الأمامية تزحف إيه طبعا حركة لا تخل بصورة الصلاة مو تروح تركض تركض يعني هذا عرفان أنت ما قاعد تصلي هذا حركة مو حركة عنيفة يكون حركة تنسجم يعني يشوفك أنت قاعد تصلي هيئة الصلاة محتفظ بها فيكون بين الأذكار وبين الركوع والسجود كل ما حصلت لك فرصة تأخذ شم من خطوة بالزحف بالزحف إلى أن تصل إلى الصفوف. هاي بالنسبة إلى المسألة الأولى. بالنسبة إلى المسألة الثانية وضع الأصابع في حال السجود هل أنك تضع رأس الأصابع أو تضع ظهر الأصابع أو تضع بطن الأصابع والمسألة مو مسألة أصابع مسألة الإبهام فيكون السؤال هل هو رأس الإبهام أو ظهر الإبهام أو بطن الإبهام الأحوط أن يكون رأس الإبهام أما ظهر الإبهام وبطن يعني أجفس الإبهام أنا في السجود أجفس الإبهام ظهرا أو بطنا واعتمد عليه يكفي أو ما يكفي هذا خلاف بين الفقهاء
خلاف الاحتياط التزم. يكون رأس الإبهام هو الأحوال. رأس الإبهام، قمة الإبهام، قمة الإبهام، هذا هو الأحوط. بعض الفقهاء يرى جواز بطن الإبهام أو ظهر، لكن هذا خلاف الاحتياط. بالنسبة للمسألة الثالثة وهو القلم الناشف، القلم الناشف إذا صاد إيدي وبتوضأ واجب علي أشيله. بعبارة أخرى، هل أن القلم الناشف يمنع وصول الماء إلى البشرة أو ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ والله هذا يختلف من قلم إلى قلم. من الحبر عادة ما في مشكلة، الحبر لون، يعني أنا إذا غسلت إيدي حتى لو بقى اللون، اللون ما يضر. بس القلم الناشف عادة في طبقة، في طبقة، بس إذا كنت غسلت إيدي عادة تروح الطبقة، يبقى اللون ما يضر. حتى القلم الناشف إذا غسلت إيدي وفرقتها يبقى اللون، اللون ما يضر. إحنا خلونا المسألة، خلوا المسألة على أننا أني أشك الآن، هذا قلم ناشف صاد إيدي، والله ما أدري هل هو حائل أو محائل. إذا تمكنت أن أتوصل إلى أنه حائل أو محائل، أعمل على ما توصلت إليه. إذا شككت والله ما أدري هو حائل أو محائل، حالة الشك في أن الشيء حائل أو محائل قبل الوضوء أتعامل معه على أنه حائل، واجب علي أزيله أو أزيله بمقدار أطمئن بأن المتبقي منه ليس بحائل. والواحد لا تدخل الوسوسة عليه، يعني هذا قلم ناشف أنا إذا غسلت إيدي وفرقتها، خصوصا لو غسلتها بالصابون وفرقتها، إذا تبقى شعارة هذا ليس بحائل، هذا لون يكون وما يضر. لكن إذا حصل الشك أنه حائل لا محائل، لا لازم أصل إلى حالة أطمئن على أقل تقدير بأنه مو حائل. زين، بعض الأوقات أنا أتوضى بعدين أشوف أنه كان في أثر قلم في يدي، بعد الوضوء يختلف الحكم عما قبل الوضوء. قبل الوضوء قلنا لابد أن تزيله، لكن بعد الوضوء وانت تشك أنه كان حائل أو ما كان حائل، تبني على صحة الوضوء اللي فات، لكن الوضوء اللي بيجي لازم تشيله. والحمد لله، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تذكير عن ليلة غد أيضا محاضرة بعنوان فقه.